مره بيصير بدبي بهالليفل من اللكشري، لانه انت بتعرفي معظم الناس بيحبوا يجوا على دبي لانه هي مدينه الفخامه والرفاهيه. نحن حبينا نعرف الشركات الاجنبيه انه نحن في عنا البنيه التحتيه في دبي اللي ممكن تستقطب الناس المهتمين بالسياحه العلاجيه، وممكن نحن نستفيد من خبراتهم، دكاتره السليبرتي دكتورز من طوكيو، من سول، من بانكوك، من ماليزيا، من تركيا، من كل انحاء العالم، نجيبهم لدبي، نعزمهم لدبي، ندعيهم لدبي لحتى يشاركوا المستشفيات او العيادات الموجوده في دبي بخبرتهم، وبنفس الوقت حتى ممكن يعملوا فيزيتين دكتور، يعني يكون طبيب زائر يعمل عملياته هون مثلا اسبوع بالشهر ويرجع على المانيا، مثل الدكتور محمد عروس جاي من المانيا خصوصي هلا ليشارك معنا. طبعا هذا المعرض هو راح يتكرر مرتين بالسنه. هلا عندنا الايفنت بالماريوت ريزورت النخله، الإيفنت الثاني راح تكون أكبر، راح تكون بخلال فترة معرض السياحة العربي Arabian Travel Market، لأنه راح يكون فيه كمان كتير زوار من أوروبا، من الفار إيست، نحن بدنا نستقطبهم قبل العطلة الصيفية، لحتى أنت إذا بدك تروحي تعملي سياحة علاجية بالصيف ممكن تحجزي معنا ونرتب لك كل شيء من طوكيو إلى هامبورغ. احنا بنأمن له للمريض او للكلاينت، بنأمن له الميت، الاستقبال، التوصيل، حجز الفندق، مترجم، زيارة الدكتور، كل شيء سياحة نحن بنأمن له اياها من المطار الى المطار، هو بس بيحجز بطاقة الطيارة. طبعا الباكيج الطبي هو بياخده من الدكتور نفسه لأنه هذا شيء طبي نحن ما بنتدخل فيه، فنحن كل شيء سياحي بنقوم فيه، كل شيء طبي من خلال الكلينيك أو الدكتور اللي هو رايح لعنده ليزوره، فنحن دمجنا السياحة الفخمة مع العلاج اللي هو يعني متميز بالخلايا الجذعية، بعلاج الديسك بدون بالقسطرة، بدون الحاجة إلى عمل جراحي، الانتي ايجينج، الريفرس ايجينج، كله هذا دمجناه مع بعض بمعرض السياحة العلاجية ميديكال ويلنس توريزم اكسبو. مثل ما بتعرفي انه دبي متميزة بكافة ابعاد السياحة الترفيهية والفخمة، نحن عم نركز على السياحة العلاجية لانه هي تقريبا فقط 10% من دخل مدينة دبي او ولاية امارة دبي، من نحاول نحن نرفع هاي النسبة من 10% ل 70-80% لحتى تكون دبي كميديكال ويلنس هب، تكون عبارة عن مدينة يجوا الناس يقصدوها للسياحة العلاجية مثل طوكيو، مثل هامبورغ، مثل اسطنبول، مثل بانكوك. فنحن هذا هدفنا، ومن خلال المعرض عم نعرف الناس عن الدكاترة اللي موجودين ببلادهم، بس هن طبعا سليبرتي دكتورز، دكاترة متميزين بأعمالهم، وبنفس الوقت إذا بيحبوا يزورون بنرتب لهم هذا الموضوع، إذا بيحبوا يتعالجوا هون كمان عم نجيب الدكاترة ليقدمون الخدمات الطبية في دبي، الخدمات الطبية في دبي، السياحة العلاجية في دبي، واللي حابب يروح على طوكيو ناخده على طوكيو، بده يروح على هامبورغ على ألمانيا ناخده لهنيك، يعني أي بلد في العالم عنا دكاترة متميزين نحن بنرتب له الباكيج السياحي، والباكيج الطبي نحن كمان نتواصل مع الدكتور نهيئ له كل شيء from A to Z. نحن تركيزنا على الخلايا الجذعية لأنه هي الفيوتشر ميديسن. الخلايا الجذعية عندك علاج للأنتي ايجينج، عندك للأوتيزم، للباركنسون، للألزايمر، للديابيتس، كل الأمراض المزمنة ممكن أنت تعالجيها بالخلايا الجذعية. عندنا كمان تركيز على الأستيتيك، كوريا جنوبية مشهورة بالأستيتيك، نمبر 1 بالأستيتيك، فعندنا الدكتور رو أوريكل كلينكس موجودين مشاركين معنا، عنده 104 كلينكس around the world معظمه بالفار إيست، هذا اختصاصه أستيتيك. عندنا الدكتور مايك تشان نمبر 1 بالنسبة لموضوع العلاج بالخلايا الجذعية والأنتي ايجينج، عنده 46 كلينيك يوروبيان ويلنس، هو مقره كوتا كينابالو بماليزيا، طبعا نحن بنعزمه لهون، اليوم ما قدر يجي لأنه عنده جروب كتير كبير بكوتا كينابالو من الصين، 300 مريض جايين على الصين لحتى يتعالجوا عند الدكتور مايك تشان، فما قدر يحضر هذا المؤتمر أو هذا المعرض. المعرض الثاني اللي هو راح يكون بماي أول أسبوع إن شاء الله راح يكون في عدد أكبر بكتير من الدكاترة من جميع أنحاء العالم، مع دكاترة اللي هن سيليبرتي دكتورز اللي موجودين هون مثل دكتور معن الخطيب، مثل الدكاترة التانيين اللي موجودين معنا بالمعرض.
22 سنة في دبي، مركزين على دبي as a luxury destination، مركزين على السياحة الترفيهية. أنا أول واحد بنزل الستريتش ليموز في دبي، بجيبه من لوس أنجلوس. أنا عايش 18 سنة بلوس أنجلوس، وصل لي هلأ 22 سنة في دبي. أول من جاب الستريتش ليموز من لوس أنجلوس أنا جبتهم وعرفتهم على الماركت في الإمارات. دائماً نحن بنحاول نقدم طروح متميزة للسياحة. طبعاً أهم طرح هلأ مركزين عليه هو السياحة العلاجية، وهذا تركيزنا للعام 2024.